برازيلي الثاني الخطير برضه اللي هو ادميلسون جونيور. ادميلسون جونيور ده برازيلي من اصل بلجيكي، يعني هو اتولد في بلجيكا. تمام. هو الارقام قدامنا على الشاشه، لعب 11 مباراه في دوري نجوم قطر، مسجل 10 اهداف، هداف الفريق بالتساوي مع دودو، يعني الاثنين قدراتهم تهديفيه كبيره جدا. بالنسبه للصناعه هو ثالث اكتر لاعب بعد دودو وبعد المعز علي. ايوه. المحاولات ثاني اكتر لاعب عامل محاولات على المرمى. نعم. بعد دودو برضو. التمريرات الصحيحة نسبة دقته فيها 78%، المراوغات الناجحة 45 من 62، يعني هو يعتبر أقل مهارة شوية من دودو، ولكن هو أكثر سرعة وأقوى بدني. تمام. التمريرات البينية اللي هو الكيباس بتاعه 8، تاني أكتر لاعب بعد دودو، هو أكتر لاعب بيعمل عرضيات في الجنب اليمين. إذن ده شكل مختلف عن شكل دودو. دودو مهاري وبيخش للعمق، عايز يخش أهداف. للعمق. التاني بيلعب على الطرف، بس في حاجة مهمة جدا جدا في أدميلسون جونيور، وهي إيه؟ إن هو بيتحرك كمهاجم تاني كتير جدا جدا جدا. أخطر حاجة في أدميلسون إن هو دايما بيدخل، يعني لو استعرضنا الفيديو، خلينا بقى نروح للفيديو القادم علشان نشوف. بص حضرتك، نرجع استاذ سمير، ارجع بص، هم مسجلين 6 اهداف في اخر 11 ماتش بالطريقه دي. هنتفرج على الاهداف دي، مش مجرد لعبه واحده بس. بص جونيور جاي منين، اللي عليه السبوت الاصفر، هو رقم 10 بالمناسبه. بص الكره بتتلعب، بس بيني وبينك اوفر عالمي طبعا، عشان دودو في الجبهه الشمال. يعني هي في لقطه الشمال من فوق، لو جت اللقطه اللي من فوق هتشوف الاوفر عامل ازاي. طبعا. حاجه كده. بص اهي، بص رايحه اي جون. هو في الورق، على الورق جناح يمين. بس هو خطورته ان هو رايت انسايد فورورد، جناح بيتحول الى مهاجم داخل منطقه الجزاء كثيرا. دايما يعني الاثنين اللي قدام اولونجا والمعز علي، لا هو بيزيد معاهم، بيبقى في زياده عدديه كتيره جدا جوه منطقه الجزاء اهي. بص جونيور بيسرق معلول، ومين اللي جنبه؟ ايمن اشرف. معلول وايمن اشرف لو ما خدوش بالهم من التحركات دي، لازم يخلوا بالهم من تحركات جونيور، معلول تحديدا وايمن اشرف. المساحه اللي ما بين معلول وايمن اشرف اهي، هنجيب بقى الهدف اللي بعده، اللقطه اللي بعدها يا استاذ سمير، هنبص نلاقي برده نفس الحكايه، هي مش مجرد بص ده الاعاده، بص الكعب بتاع دودو، لا الكعب بتاع دودو الاوفر بقى. يعني برده انا بالنسبه لي هاتها من الاول تاني. اتفضل. بص الكعب بتاع دودو، كمل كعب على طول للباك ليفت. تمام. بص بقى جونيور جاي منين، ادميلسون جونيور بيقطع ما بين معلول واي، اهو قطع ما بينهم وبيخش جوه المنطقه وبيكمل. نجيب بقى الهدف اللي بعده. ما خلي بالك بس، علي معلول بيعمل الاوفرات دي. طبعا علي معلول بيعمل الاوفرات دي. بص ثواني نوقف هنا ثانيه واحده. بص الباك ليفت بيبص له الاول، دي لعبه متفقين عليها برضه اهو. بيبص له الاول، رفع عينه اهو السبوت الاخضر. ادميلسون جونيور هناك اهو، في هنا مساحه فاضيه اهي، حته المساحه الفاضيه، وبيبص له عشان ما بين المساحه اللي ما بين معلول وايمن اشرف. جايبين 6 اهداف في اخر 11 ماتش بالشكل بنفس ده. الطريقه دي اللي هي تحرك ادميلسون جونيور ما بين المساك والباك. كمل اللعبه. لو كملنا هنبص نلاقي اهو الباك ليفت اهو، الباك ليفت بيعمل العرضيه، اتحرك بس بالراس بالهيد المره دي جول. اذا نفس الفكره ان هو ادميلسون جونيور خطورته هو على الورق بالارقام اكتر لاعب بيعمل عرضيات. يعني بص المساحه هي دي اللي احنا بنتكلم عنها. برافو عليك، هي دي المساحه اللي احنا بنتكلم عنها، اللي هي ما بين ايمن اشرف وما بين معلول. دي اخطر حاجه بالنسبه للجناح ده. يمكن دودو قلنا ان هو بيخترق للعمق من هنا، ادميلسون جونيور ناحيه اليمين المساحه دي نخلي بالنا. معلول تحديدا اكيد موسيماني هيدي تعليمات بان معلول ما يتقدمش كتير في مباراه زي دي، او هيتقدم في واحده او اتنين. ليه؟ لان انت هيلعب عليه لعيب زي ادميلسون جونيور. بص له الاول زي ما قلنا، وراح في الحته في المكان الفاضي، المكان اللي هو ده، المكان الفاضي ده هو اللي راح له. راح في المساحه اللي ما بين الباك والمساك. بالظبط. برضه معانا حاله ثالثه نفس الفكره. اتفضل. برضه في نكمل. خلاص كمل اللعبه دي وهات لنا اللعبه اللي بعد كده يا سمير لو سمحت. كمل. اهي. اتفضل. بص دودو بقى اللي رافعها له. اهو. نفس المكان. اللعبه ما بين الباك والمساك، دخل هوب، كمل. يلا جونيور بص. نفس اللعبة. نفس اللعبة. إذا جونيور خطورته يخش جوه يتحول كمهاجم تاني، غير معز علي وغير أولونجا. يعني ده بيبقى مهاجم تالت يعتبر، إن هو بيخش جوه المنطقة، فبيبقى عندهم زيادة عددية. عشان كده هو البرازيليين دايماً بيبقى عندهم كرة حلوة، بس أنا بشوف إن هم الأجنحة على المستوى الدفاعي مش نفس القدرات الهجومية، عشان كده الأرقام فيها ريسك. يا إما ماتش تلاقيهم جايبين 6، يا إما يعني هم لعبوا السد 3 مرات، خسروا في الثلاثة 3. ثلاثة يعني الديربي سواء 3-0 او 3-1. فهم عندهم حته الريسك ان الاجنحه دايما بتتقدم، ولكن بيعانوا على المستوى الدفاعي. ده بكره اللي هنتكلم فيه اكتر. يا بص جونيور اهو، كمل. اذا هي يبقى خلي بالنا في لعبه بعد كده برضو نفس اللعبه. طيب خلينا نروح للعبه اللي بعد كده.
نفس اللعبه، كمل جوه المنطقه وتحول كمهاجم تاني. ايوه نفس اللعبه اهي، برده اللي رافعها له دودو من ناحيه الشمال اهو لجونيور بيكمل جوه المنطقه. دي حال يعني الحالات مش مجرد حاله، لا ده كذا حاله بتتكرر. اذا دي في طريقه لعب في معينه، جملة متحفظة. او جمله محفوظه بيتم بيلعبوها في الملعب، بيلعبوها اللي هي تحرك ادميلسون جونيور ما بين المساك والباك.